يعيشون في 17 منطقة محاصرة في أرجاء البلاد. هدد زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر اقتحام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد خلال أيام إذا لم يتم إجراء إصلاحات حقيقية. واتهم الصدر حكومة نوري المالكي السابقة بإدخال العراق وشعبه في أزمة أمنية واقتصادية وسياسية خانقة، مطالبا بتنحي أي مسؤول حكومي يرفض الاستماع لصوت الشعب. لا تزال دعوات محاربة الفساد في العراق تتصدر المشهد السياسي في بلاد رافدين، حيث تظاهر مئات الآلاف من أنصار التيار الصدري في بغداد للمطالبة بإجراء إصلاحات حقيقية. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شارك في هذه المظاهرة، اتهم خلالها حكومة بغداد بأنها لم تضع أجندة واضحة للقضاء على الفساد والبطالة، مهددا باقتحام مقر الحكومة في المنطقة الخضراء خلال أيام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه. اليوم نحن على أنوار الخضراء، وغدا سيكون الشعب فيها ليستعيد حقوقه من الفاسدين الظالمين. زعيم التيار الصدري نفى وجود أي ممثل له بالحكومة العراقية في تنصل واضح منه من هذه الحكومة، خصوصا وأن التيار الصدري يشغل 3 وزارات في الحكومة إضافة إلى 32 نائبا في البرلمان العراقي المؤلف من 328 مقعدا. وتعرض بعض وزراء التيار إلى اتهامات فساد، وتوجه اتهاماتهم بالفساد لغالبية المؤسسات الحكومية فيما تعاني جميع قطاعات الخدمات في البلاد من نقص حاد. ولم يتمكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال جلسة حضرها قبل أيام من الحصول على تفويض من البرلمان لإجراء إصلاحات واسعة، رغم اتخاذه من قبل خطوات بهذا الاتجاه، من أبرزها تقليص المناصب الوزارية من 33 إلى 22 وخفض عناصر حماية المسؤولين. عملية الإصلاح. معي عبر الهاتف من بغداد الدكتور طارق حرب المحلل السياسي. دكتور طارق، ما هي مؤشرات هذا التهديد من قبل التيار الصدري باقتحام المنطقة الخضراء في العاصمة خلال أيام؟ يا سيدي في الكريمة، دولة رئيس الوزراء لن يقصر في اتخاذ إجراءات إصلاحية، إجراءات تتعلق بالوقوف أمام الهجمة الاقتصادية، انخفاض أسعار النفط، سوء الإدارة المالية، كل ما يترتب على ذلك. وإلا هل وجدت رئيسا في جميع دول العالم بين ليلة وضحاها يطيح بثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب لرئيس الوزراء؟ أجل حتما كلا، لم يقدم قائد عربي على ذلك. هناك أقوال تقال، نعم الفساد كبير والفساد مقاتلته محاربته القضاء يستغرق وقتا طويلا، والفساد لدينا اخذ شكل مافيات وشكل عصابات وتغلغل في جميع مفاصل الدوله. لذلك كما ورد بالتقرير ان هنالك نائب رئيس وزراء من التيار الصدري وهناك وزير اخر من التيار الصدري اتهموا في الفساد، وهذه مرحله اولى توطئة لمرحله جديده بعد ايام ستعلن اسماء كثيره تتعلق بالفساد. اعتقد ان ما ورد بالخطاب هو من حيث المقصد والهدف جميل وجليل، لكن العبارات احيانا اختلفت في هذا الصدد، ويبقى يعني مساله رئيس وزراء قائد حمله القضاء على الفساد. نعم، طيب اذا ما كان الفساد قائم والحكومه لم تقصر في تقديم الاصلاحات المطلوبه، في رايك هل هناك مصلحه ما لاشعال الموقف من قبل تيار الصدري في هذا التوقيت؟ لا نهائيا، التيار الصدري اراد العوده، لان كما هو معلوم ان اكثر من ثلث المتهمين بالفساد للتيار الصدري، نعم رئيس الوزراء ووزير واخرين عليهم علامات استفهام، فاراد التيار الصدري من ذلك تبيير وجهه نظره. يعني سماحه السيد الصدر واضح قال لا ينتمي الي ولا اعرفه ولا هو من التيار الصدري من يرتكب الفساد، جريمه الفساد، وهي دعوه واضحه لطرد من ثبت عليهم والقائمه تطول في طرد الاخرين منه. اما مساله التهديد باقتحام المنطقه الخضراء او سواها، اعتقد المساله يعني خطابيه اعلاميه اكثر من كونها واقعيه حقيقيا، مع ملاحظه ان مكافحه الفساد لا يختص بها التيار الصدري، وانما كل فئات المجتمع تسعى
هي الوقوف أمام هذا التيار المفسد. نعم، أشكرك من بغداد الدكتور طارق حرب المحلل السياسي. أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجومين الانتحاريين اللذين وقع الخميس في العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا. كان انتحاريان يرتديان أحزمة ناسفة قد فجرا نفسيهما في مسجد للشيعة ونقطة تفتيش بحي الشعلة في العاصمة العراقية، فقد أصيب 50 شخصا أيضا جراء الحادث. في سياق متصل، قتل 14 من ميليشيات الحوثيين وصالح، كما أصيب العشرات في معارك مع قوات الجيش اليمني والمقاومة في مدينة تعز. وقصفت طائرات التحالف العربي مواقع الميليشيات في مناطق متفرقة في تعز، أسفرت عن تدمير عربة وغرفة عمليات ومنصة صواريخ سكود جنوب غرب المدينة. لا يزال قصف ميليشيات المتمردين الحوثيين للأحياء السكنية في اليمن متواصلا، مخلفا خسائر بشرية كبيرة وكذلك في المباني. في محافظة تعز سقط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح جراء القصف العشوائي للأحياء السكنية في المدينة، وعلى إثر ذلك شهدت جبهات القتال اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الحوثيين وصالح وقوات الجيش والمقاومة، أسفرت عن مقتل عدد كبير من المتمردين الحوثيين إضافة إلى إصابة العشرات منهم في مقابل مقتل أحد عناصر المقاومة. طائرات التحالف العربي بدورها قصفت مواقع الميليشيات في مناطق متفرقة في تعز، مستهدفة مواقع لهم غرب المدينة، أسفرت عن تدمير عربة وغرفة عمليات وكذلك منصة صواريخ سكود. أما القصف في العاصمة صنعاء فكان أكثر ضررا، حيث استهدفت الطائرات مواقع تابعة للميليشيات المتمردة، لا سيما معسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة في مديرية سبعين، وكذلك معسكر المنار التابع لقوات الحرس الجمهورية، فيما وقعت عدة انفجارات ناجمة عن تدمير مخازن الذخيرة. وفي مديرية نهم شمال شرق صنعاء تمكنت قوات الجيش والمقاومة من تحرير عدة مناطق بعد معارك عنيفة مع الميليشيات، وأكدت مصادر المقاومة أن القوات المدعومة بطائرات التحالف العربي تمكنت من طرد عناصر الميليشيات في عدد من المناطق، وسيطروا بشكل كامل على أحد الجبال الاستراتيجية باتجاه العاصمة. المزيد من المتابعة معنا من اليمن الأستاذ محمد الهناهي المحلل السياسي. أستاذ محمد، بداية كيف تقيم الأوضاع إذا تحدثنا بداية على الصعيد الميداني في اليمن؟ على الصعيد الميداني نعتقد أن قوات التحالف تضيق الخناق على ميليشيا الحوثيين في صنعاء وفي مختلف الجبهات، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققت في نهم. هذا من جانب. من جانب آخر نعتقد أن المعارك تأخذ كرا وفرا في بعض النقاط، خاصة في محور تعز. أستاذ محمد، ما الذي تتوقع على المستوى السياسي والتنسيق حتى إذا تحدثنا عن دور خاص للأمم المتحدة في هذا الإطار؟ نعتقد أنه بعد قرابة عام من العمليات العسكرية التي تنفذها قوات التحالف، لابد من الحديث وبشكل جدي عن إحياء العملية السياسية وإعادة حيويتها، خاصة وأن الأحداث الحالية أفرد أنه من الصعب حسم القضية من الناحية العسكرية. هذا يعني أنه لابد من أن يكون هناك عمل سياسي وعمل سياسي جاد، وكذلك توحيد جبهة المقاومة والقضاء على الخلافات التي تعصف بها من الداخل. هل ما زال هناك الوضع السياسي في اليمن وضع معقد وضع قبلي، وبالرغم من حتى من الانتصارات العسكريه انجاز التعبير التي تحققها قوات التحالف، الا ان عمليه الحسم ودخول معركه صنعاء ليس امرا سهل. هذه المدينه هي عاصمه اليمن، فيها ما يزيد عن 3 مليون شخص، ايضا هناك الاف ومئات الالاف من النازحين من بقيه المحافظات. اعتقد انه ليس من الحكمه المجازفه بعمليات بريه، وان الحل السليم هو ان يتم تغليب جانب الحوار والبحث عن حلول سلمية وتجنبا لإراقة مزيد من الدماء. طب إذن أستاذ محمد، ما الذي يمنع الجلوس على طاولة الحوار خاصة في ظل خسائر حتى في صفوف الحوثيين وصالح؟ الحقيقة أنه لا بد من أن نذكر أن العمل الإقليمي في الجمهورية اليمنية يلعب دورا رئيسيا، هناك لاعبون إقليميون، والقرار ليس بيد المتصارعين في الداخل حسب تقييمي.
تمام، بشكرك شكرا جزيلا من اليمن الأستاذ محمد الهناهي المحلل السياسي، شكرا. تواصلنا معكم مشاهدينا في هذه البانوراما الإخبارية، وفيها بعد أنباء الاقتصاد، انتخابات في إيران لاختيار برلمان جديد ومجلس خبراء. السيسي يبدأ من كازاخستان جولة آسيوية تشمل أيضا اليابان وكوريا الجنوبية. المعارضة السورية تعلن موافقة 100 فصيل مسلح على الهدنة، وموسكو تدعو واشنطن إلى تخلي عن فكرة تنفيذ عملية برية. الصدر يهدد باقتحام المنطقة الخضراء في بغداد في حال عدم إجراء العبادي لتغييرات في الحكومة. الآن نتحول لمتابعة أخبار الاقتصاد، ننتقل إلى أحمد فؤاد فضله. شكرا سحر وإيمان، وأهلا بكم مشاهدينا من أخبارنا الاقتصادية المتابعة بمشاركة مصرية. انطلاقوا اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة 20. أهلا بكم من جديد. يشارك وزير المالية هاني قدري ومحافظ البنك المركزي طارق عامر على مدى يومين في اجتماعات مجموعة 20 بمدينة شنغهاي الصينية، التي تضم اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة 20. وأوضح وزير المالية أن المشاركة المصرية تأتي بدعوة من الرئيس الصيني للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمصر في يناير الماضي، مشيرا إلى أنها تأتي في توقيت مهم للتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي يتأثر الاقتصاد المصري بتداعياتها، خاصة المتعلقة بتباطؤ النمو وتقلبات أسواق المال. وفي كلمتها أمام الاجتماعات قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن النزوح الكبير لرؤوس الأموال عن الصين يهدد الاقتصاد العالمي. وتوقعت لاغارد في كلماتها خلال افتتاح اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول مجموعة 20 نمو اقتصاد الصين بنسبة 6.3% في عام 2016. يأتي هذا بينما قالت مصادر صحفية إن لندن ستطلب من أعضاء مجموعة 20 أن يؤكدوا على مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد العالمي، ويأمل وزير